كلنا نعرف تاريخ العلاقات المتوترة بين الصين وأمريكا، واللي زادت من عهد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب واستمرت لغاية عهد الرئيس الحالي جو بايدن. من كم يوم كانت الأخبار كلها بتتكلم عن تقارب، يعني كان يدوب لسه رح يصير، لما تم الإعلان عن زيارة لوزير الخارجية الأمريكي للصين، وحتى أخبار كمان عن أنه كان رح يقابل الرئيس الصيني كمان في الزيارة هذه. لكن كل هذه الأخبار والأمال تبخرت من بعد الملحمة اللي صارت واللي مغطية على أي أخبار ثانية حول العالم. طبعا بنتكلم عن دراما منطاد التجسس الصيني. فاللي صار إنه السلطات الأمريكية أعلنت الخميس عن رصد منطاد صيني فوق أراضيها، وهذا الإعلان جاء من بعد ما مواطنين شافوه فوق مونتانا، وهذه منطقة فيها قواعد عسكرية حساسة ومستودعات صواريخ نووية تحت الأرض. السلطات الأمريكية طلعت بعد بلاغات المواطنين وقالت إنها عارفة بوجود المنطاد وإنه رصد أول مرة فوق ألاسكا في 28 يناير وتحرك ودخل كندا في 30 الشهر ورجع المجال الأمريكي في 31 الشهر. طيب ليه ما أسقطوه؟ السلطات الأمريكية بتقول إنه من وقت ما رصدته وهو ما رجع للمياه المفتوحة وإنه خافت تسقطه أو تتعامل معه فوق مناطق سكنية. المنطاد اللي بنتكلم عنه حجمه بحجم 3 حافلات يعني مدرسية. الصين طلعت بعدها واعترفت أن المنطاد منطادها، لكن قالت أنه مو عسكري بل أداة مدنية بيستخدموا لأبحاث الأرصاد الجوية وأنه انحرف عن مساره بسبب رياح غريبة، واعتذرت الأمريكا عن انتهاك المنطاد لأجواءها. لكن هذه الرواية ما أقنعت أمريكا اللي مصرة أنه المنطاد هو منطاد تجسس، وبدأنا نشوف تصريحات أخذ ورد وتأكيد وتكذيب. الصين مصرة على كلامها وبتطالب أمريكا بالهدوء وعدم المبالغة في رد الفعل، وأمريكا مصرة على روايتها وأمر بايدن بإسقاط المنطاد كمان، وتم إسقاطه بالفعل يوم السبت فوق مياه المحيط الأطلسي في عملية شاركت فيها عدة طائرات. Yeah, I got it on video. Oh, you did? I did. Where is it? Send me the video. I will. Is it falling right now? That plane just had a strike. Rattled through the balloon? I just got it on video. I did. All right, the balloon is gone. Whoa! Did you hear that? Are you still videoing? I am still videoing. ومن بعد ما أسقطت واشنطن المنطاد طلع بايدن ووجه التحية للطيارين اللي أسقطوه وقال إنه هو أمر بإسقاطه من يوم الأربعاء وسبب التأخير الخوف على الناس. When I was briefed on the balloon, I ordered the Pentagon to shoot it down on Wednesday as soon as possible. They decided without doing damage to anyone on the ground. They decided that the best time to do that was as it got over water. Outside within 12-mile limit. It successfully took it down, and I want to compliment our aviators who did it, and we'll have more to report on this a little later. Thank you. والبنتاغون طلع أعلن أنه حيجمع حطام المنطاد عشان يعرفوا المعلومات اللي الصين جمعتها. الصين عصبت وطلعت أدانت واستنكرت التصرف الأمريكي بإسقاط المنطاد وقالت أنه كان رد فعل مبالغ فيه وأنه أمريكا انتهكت القوانين الدولية وأنها بتحتفظ بحق الرد. وطلعت بعدها من ساعات وأعلنت إقالة مسؤول الأرصاد الجوية بسبب المنطاد الصيني وحملته مسؤولية الخطأ اللي صار في تغيير مسار المنطاد واختراقه للأجواء الأمريكية. القصة عاملة طبعا أبعاد وأخذ ورد وأسئلة واستفسارات على كل الأصعدة. أولا داخل أمريكا في غضب، خاصة من قبل الجمهوريين اللي بيعتبروا اللي صار إخفاق لإدارة بايدن في حماية الأمن القومي، وشايفين كمان إنه إدارة بايدن عارفة من زمان عن المنطاد وخبت الموضوع علشان ما تبين إخفاقها هذا. في المقابل طبعا تم الإعلان عن إلغاء زيارة بلينكن اللي كانت مقررة للصين، وطلعت فجأة الصين وقالت ما في زيارة أصلا أعلننا عنها،
وأمريكا تعلن براحتها. فهنا صار في تساؤلات، هل مثلا في علاقة بين القصة اللي صارت هذه وبين الزيارة؟ هل هي محاولة لإلغائها مثلا من أحد الطرفين أو طرف ثالث؟ وفي طبعا السؤال الأكبر الثاني اللي هو رواية مين هي الصحيحة؟ يعني الصين بتقول منطاد بحثي، وهذه يعني رواية تتصدق، لأنه ليه مثلا ممكن الصين تتجسس بمنطاد؟ ما عندها أقمار صناعية كمان كثيرة. هذا غير أنه أمريكا بنفسها اعترفت على لسان مسؤول أنه سبق ورصدت مناطيد صينية فوق أمريكا أكثر من مرة في السنوات الماضية، وما عملت شيء أمريكا وقتها. في الوقت نفسه في تحليلات ثانية بتقول لا، ممكن يكون للتجسس، وتكون الصين بتتجسس بأقمار صناعية وبمناطيد كمان. طيب غير كل هذا، فكرة إسقاط المنطاد أو فكرة إسقاط أمريكا لمنطاد صيني، واللي بالمناسبة هي أول حادثة إسقاط للقوات الأمريكية لأي مركبة أجنبية من وقت الحرب العالمية الثانية، حادثة مثل هذه لأي درجة خطيرة وإيش سبب خطورتها؟ هذه الأسئلة راح يجاوبنا عليها الباحث في العلاقات الدولية دكتور أحمد عجاج. أهلا فيك معنا دكتور أحمد. أول شيء خلينا نبدأ بالروايات المتعددة والتحليلات اللي مالية كل مكان، يعني لو تدخل على تويتر كل شخص جالس بيحلل وعنده رأي في الموضوع. حضرتك بخبرتك إيش الرواية اللي تتوقع أنها هي الأصح؟ طبعا إذا كان يعني المنطاد هو للتجسس أم لا، أو أنه مجرد الأرصاد، لا أحد سيعرف إلا إذا تمكن الأمريكيون من انتشال حطام المنطاد. لكن دعني يعني أعقد مقارنة بين ذلك، أن هناك حرب معلومات بين الصين وبين الولايات المتحدة الأمريكية، وحرب تجسس قوية، والمعلومات هي العنصر الأهم في الانتصار في أي معركة ممكنة. لذلك أنا أعتقد أن يمكننا أن نقارن بين ما حدث مع أثناء الاتحاد السوفيتي وأمريكا، عندما أرسلت أمريكا طائرة لا يمكن اكتشافها وأسقطها الروس، وعندما أسقطوها الروس قال الأمريكان إنها مجرد للأرصاد وللأبحاث وليست للتجسس، لكن الروس أمسكوا بالقائد وأظهروه على التلفاز واعترف بأنه كان يتجسس، وعند ذلك اعترفت الولايات المتحدة الأمريكية. المنطاد ليس لديه يعني قائد ليقوده لأنه يتحرك بنفسه ولا يمكننا أن نعرف، لكن حطامه سيعطينا فرصة لنعرف إن كان فعلا للتجسس أم لا. لكن دعيني أقول لك أن الولايات المتحدة الأمريكية منذ 2020 وهي تطور تكنولوجيا المناطيد لأنها رخيصة جدا وتبقى في الفضاء لمدة أشهر يعني دون أن أحد يعني يعتبر أنها للتجسس، لأنها مناطيد، وبالتالي إسقاطها صعب جدا أيضا، لأن كما رأيتم في عرضتم في برنامجكم أنها قد تؤذي المواطنين، لأن عند إسقاطها تنبعث منها غازات وحطام وهي كبيرة جدا. لذلك المناطيد هي حرب المستقبل القادمة لأنها رخيصة وتختلف عن الأقمار الصناعية بكثير، لأن الأقمار الصناعية تمشي في مسار معين ويمكن تتبعه، أما المناطيد فقد تطورت مؤخرا لدرجة أنها بالحساب الرقمي يمكن أن تسير وفق حركة الرياح، فإذا كانت تريد أن تنزل إلى أسفل فأنها تعد برمجة وتراقب حركة الرياح وتسير في الطريقة التي تريدها القوى التي تحركها. لذلك أعتقد حتى الآن لا يمكننا الجزم بأنها يعني تجسس، وأن كنت أميل إلى ذلك، لكن لننتظر الحطام. طيب وإسقاط أمريكا لها وغضب الصين من ذلك، هل تعتقد أنه حيكون له تداعيات كبيرة؟ طبعا الصين يعني كما تعرفي عندما لا طبعا لن يكون له تداعيات، لأن الإسقاط تم في أراضي أمريكية وهو اعتداء على السيادة الأمريكية، وحتى الصينيون قالوا أنهم يعني لم يكونوا يقصدون ذلك وأن ما حدث خطأ، لكن إسقاطه هو إسقاط أيضا للهيبة الصينية، يعني هي من ناحية معنوية لا أكثر ولا أقل. أيوة. ولكن تداعيات الإسقاط هي مهمة جدا، لأن هناك نوع من الانفراج الآن بين الصين والولايات المتحدة الأمريكية، وزيارة بلينكين كانت يعني مرحلة انفتاح، لأنه لم يزر يعني أحد الصين منذ عام 2018. ويأتي هذا المنطاد في هذه اللحظة بالذات وعكر العلاقات، وبالتالي قطع بلينكين زيارته للصين. لكن دعيني أقول أن قطع هذه الزيارة أو عدم إتمامها ليس معناها أنه لا يريد أن يتباحث مع الصين، إنما لا يريد أن تكون زيارته كلها حول البالون، لأنه إذا ذهب الآن فكل الصحفيين سيتحدثون عن البالون وأسبابه وما وراءه، لذلك أعتقد أنه أخرها لوقت آخر. طب تعتقد أنه في أي أحد من مصلحته كانت أنه مثلا يخرب هذه الزيارة فاشتغل على هذا الموضوع؟ طبعا طبعا، يعني هناك
في القيادة الصينية، العسكر والأجهزة الأمنية تحصل على ميزانات ضخمة جدا، ولا تريد أي يعني انفراج في العلاقات، لأن أي انفراج في العلاقات سيؤدي إلى التوصل إلى اتفاقيات تقلص من التسابق في التسلح، وبالتالي تقلص ميزانيات العسكر. ولذلك قد يكون هناك يعني أجهزة داخل الجيش الروسي، الأجهزة الأمنية أرسلت هذا المنطاد، وقد لا يكون، قد يكون بالخطأ. لذلك كل هذا لا يمكن أن نعرفه إلا لاحقا عندما تتكشف أخبار كثيرة، لكن احتمال واسع أن هناك يعني عناصر أو أجنحة في القيادة الصينية تريد تخريب هذه العلاقة وعدم حصول أي انفراج. وكذلك في أمريكا كما ذكرتم في تقريركم أن هناك جمهوريون يلومون الرئيس بايدن على تهاونه مع الصين، صح. مع أنه تشدد أكثر من ترامب في علاقاته مع الصين، لكن السياسة تلعب دورها في هذا المجال. طيب، ولكن من الناحية الأمريكية كمان، هل تعتقد أنه مثلا يعني كمان كانت في زي ما يقولوا ضغوطات علشان برضو هذه الزيارة ما تتم، مش بس حتى من الجمهوريين، يعني من داخل الإدارة أيضا كما تحدثت أنه مثلا من داخل الإدارة الصينية؟ طبعا يعني هناك يعني بالولايات المتحده الامريكيه مع يعني صناعات ضخمه هائله وتحصل على الملايين المليارات من الحكومه الامريكيه، وقد تتضرر هي الاخرى ايضا، لذلك قد يكون لها مصلحه ايضا في ذلك. لكن بالنهايه في الولايات المتحده الامريكيه نعرف ان القرار شفاف ويمكننا ان نعرف ماذا تحدث. بس كان في اخفاء للموضوع لايام دكتور احمد، هذا اللي زاد الشكوك. نعم نعم، ووزاره الدفاع الامريكيه اعترفت أنها ليست المرة الأولى التي يعني تصل فيها مناطق صينية إلى الولايات المتحدة الأمريكية، لكن هذه أول مرة ينزل إلى مستوى منخفض ويشاهده الناس، وهذا ما أحرج الإدارة الأمريكية واضطرت إلى أن يعني تطلق النار عليه. وسبق للولايات المتحدة الأمريكية أن قامت بتجارب وأطلقت يعني النار من صواريخ 1018 على منطاد وأسقطته، لكن بقي 6 أيام يعني الأجزاء منه، الغازات والأجهزة تنبعث. لذلك هنا كان خوف القيادة الأمريكية من أن إسقاطه قد يتسبب في أضرار، وهذا سيؤزم أكثر العلاقات بين الصين وبين الولايات المتحدة الأمريكية. لذلك انتظروا حتى يصل فوق البحر ويقع هناك، وبالتالي يستطيعون أن يأخذوا الحيطان من البحر. على العموم حنشوف إيش رح يصير كمان في الأيام الجاية. بنشكرك على هذه المداخلة، كان معنا الباحث في العلاقات الدولية دكتور أحمد عجاج، شكرا لك.